نتحول مباشرة في 3 حفلات مصر باسترداد طابة يوم 19 من مارس. ننضم مباشرة من الطور الزميل وليد هيكل. وليد، برحب بك بداية، وبالطبع أنت متواجد الآن في جنوب سيناء لرصد احتفالات الذكرى 32 لاسترداد طابة. يا ريت تطلعنا على الجديد لديك وكذلك ضيوفك الكرام المتواجدين معك إن شاء الله في هذا الحوار. نعم عمرو، بالفعل عبر شاشة قناة النيل للأخبار نتابع معكم احتفالات محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي وذكرى استرداد طابة الذكرى 32. لكن كما سألت عمرو الآن عن هذه الاحتفالات وما يحمله السيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في حقيبته خلال العيد 32 لمحافظة جنوب سيناء في عيدها القومي، كذلك معالي وزير الأوقاف من افتتاحات مساجد تشهدها أرض سيناء الغالية. لكن عن هذا المزيد عمرو يسعدنا ان ينضم معنا الان معالي وزير الاوقاف فضيله الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه. سياده الوزير، افتتاح 46 مسجد جديد على مستوى محافظات الجمهوريه كافه، ضمنهم 3 مساجد جديده هنا في محافظه جنوب سيناء، كذلك اطلاق قافله دعويه للواعظات لتجوب مدن محافظه جنوب سيناء لتعلم الفهم او الاسترشاد بالوعي خلال الفترة الحالية. دلالة ذلك في ظل عودة طابة لحضن الوطن. بداية يسعدني أن أهنئ سيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وأهالي المحافظة والمصريين جميعا بهذه الذكرى العزيزة، ذكرى رفع العلم على طابة. الحقيقة أنا اختصر الكلام في نقطتين. الواعظات حقيقة سيادة اللواء خالد كان حريص أن نصل بالرسالة لأهالينا وخاصة في المناطق البدوية، فاصطحبنا في هذه القافلة 10 واعظات متميزات بزيهن الجديد، ودي القافلة الأولى، واتفقنا مع سيادة المحافظ إن القافلة دي تتكرر ومش فقط ولن تكون فقط في المدن، إنما ستكون مع السيدات البدويات في المناطق والوديان، ودي بداية لعملية تثقيفية واسعة. اليوم أيضا بالتنسيق مع المحافظة عاملين مسابقة لأبناء المحافظة في الصوت الحسن، تشجيع المواهب كما رأينا أمس في احتفالات المحافظة، وأيضا فهم القرآن الكريم. أما المساجد اليوم فبيتم افتتاح 3 مساجد، إجمالي ما تم افتتاحه في عهد السيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريبا نحو 140 مسجدا في محافظة جنوب سيناء وحدها، منها 3 مساجد اليوم في إطار خطة الوزارة لافتتاح 48 مسجدا اليوم، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه في أقل من 7 أشهر أكثر من 1050 مسجدا. وبمرة أخرى بنهنئ السيد المحافظ وأهل المحافظة بالعيد القومي، وبنتمنى لهم كل التوفيق، وإحنا لينا شراكة دائمة ومستقرة مع محافظة جنوب سيناء في كثير من المجالات وخاصة مسألة التثقيف بالفكر الديني الوسطي. كل شكر حضرتك معالي وزير الاوقاف فضيله الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه. وينضم الينا او معنا الان على الهواء مباشره زميلي عمرو سياده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. سياده المحافظ، بالامس تم رفع العلم على ارض مدينه طابه واحياء الذكرى 32 لعوده هذه الارض الغاليه الى حضن الوطن. مشروعات، ما هي المشروعات الجديده على ارض محافظه جنوب سيناء في ظل القياده السياسيه الحكيمه لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ في الحقيقه طبعا احنا المشروعات ما بننتهيش منها، طول العام عندنا افتتاحات وطول العام عندنا مشروعات، يا مساجد يا مدارس، انت شفت اخر مره كان الجامعه والمتحف. انما احنا انا عندي تسع مدن دول النهارده بتبدا الاحتفال بالعيد القومي. كل مدينة فيها على الأقل من 5 ل 6 مشروعات هيفتتحوا، سواء طرق، مدارس، مستشفيات. بالأمس كانت عندي وزارة الصحة على فكرة وعدت عندي وفي طابة وافتتحت مركز طب أسرة ومستشفى طابة بعد التجديد بالأمس يعني. فبنقول إن احنا في كل مدينة فيها مشروعات كثيرة. النهاردة في الطور مثلا ادي المسجد ده مسجد يعني بالحقيقه بالتعاون مع وزاره الماليه ووزاره الاوقاف تم دعمنا لتطوير هذا الصرح الكبير قوي. هنطلع دلوقتي هنفتتح حديقه بطول كيلو متنفس اخضر لاهالينا ومواطني المحافظه ومواطني مدينه الطور اللي حرموا كثيرا. حديقه فيها كل شيء، فيها نخل، فيها ورد، فيها مظلات الناس تظل تحتها، فيها كشك للموسيقى، فيها اماكن للمشروبات وهكذا. بعد كده هنفتح
شارع 306. احنا فتحنا المرحلة الأولى 306، هنفتح النهاردة امتداده وسميناه مقصد العائلة، حاجة معمولة عشان العائلة. احنا لقينا طبعا لما طورنا مدينة الطور وطورنا ممشي أهل مصر وطورنا بكورنيش، لقينا أهالي الطور كلهم بيتحركوا في هذا في هذه المنطقة، فعملنا لهم مقصد، يعني كيدز اريا، يعني مسرح، يعني أماكن للعجل، أماكن برضو للبيع والشراء زي كونتينرات كده وضبناها وعملناها فرص عمل، فرص عمل جديدة في امتداد شارع 306 أو مقصد العائلة. طبعا احنا بعض الطرق موجودة عندنا وسعناها افتتحناها برضو هنفتحها النهاردة. حمام موسى هنزوره النهاردة، هنكرم حفظة القرآن الكريم اللي هم من مجيدي القراءة ومجيد الفهم. دلوقتي انتقلنا لمرحله ثانيه خالص، ده بنعمل مسابقه لفهم معاني القران الكريم، ودي طبعا بالتعاون مع وزاره الاوقاف. زي ما قال معالي وزير الاوقاف احنا عندنا 10 واعظات بيتجمع لهم السيدات البدويات، لان هم ليهم نظام معين ومش اي حد يعني ما حدش حد بيكلمهم، ما حدش يخش عندهم، ما حدش يعني عشان خاطر صحيح الدين لازم تقعد معاهم الواعظه اللي هي متدربه اللي متعلمه الكلام ده كله. بنجمعهم تحت اشراف احد النائبات مجلس النواب، وتحت اشراف النائبه المحافظ، وتحت اشراف رئيس المجلس الاعلى للمراه بجنوب سيناء. كل الكلام ده كله مستأثر عليه، وهيقعدوا بيقعدوا معاهم بالفعل امبارح في طابه، النهارده هيقعدوا في الطور، موجودين معانا لغايه يوم الاثنين. شرح صحيح الدين، كل الكلام ده احنا بنحاول اشتغل فيه مع معالي وزير الاوقاف في الحقيقه الذي لا يتاخر اطلاقا عن المحافظه. انا سعيد جدا بالزياره، عندنا النهارده حوالي 7 وزراء، عندنا يعني استاذ كرم جبر تنسيه التنسيقيه، 10 من شباب تنسيه الاحزاب موجودين معانا النهارده، هيتحرجوا معانا، هيمروا في مدينه الطور يشوفوا مدى ما وصلت هذه المدينه من تطور. ولسه احنا هنوصل المدينه دي انها تشتغل كمدينه سياحيه ايضا في القريب العاجل. كل شكر لحضرتك سيده اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. اذا بالفعل زميلي العزيز عمرو، مشروعات تنمويه واستثماريه تشهدها محافظه جنوب سيناء خلال الفتره الحاليه، وخاصه في ذكرى استرداد طابه، تلك الارض الغاليه او البقعه الغاليه التي عادت الى حضن الوطن.